عم حسني في ناس اهلاويه انا عارفهم بقى قدام قوي، سكتوا اي حد قال حاجه غير وعدوا يسقفوا لاحمد قعدنا ياسر نسقف له راجل. كلنا، كلنا قعدنا نسقف لاحمد، لا العب دي اول مباراه، راجل لسه صغير، راجل مواليد 98، فلو انت مش هتشجعه من دلوقتي مين اللي هيشجعه؟ والكابتن الناس قعدت تلوم ان الكابتن حسام ازاي ينزل واحد ودي اول مباراه، واول مباراه في الدوري يا جماعه، هو اضرب لعيبته وهو يعني هو عايز يكسب وهو اضرب كل حاجه، وسيبوا الراجل يشتغل، سيبوا الراجل يشتغل، وسيبوا مجلس اداره يشتغل، وسيبوا الجهاز يعني سيبوا النادي يشتغل، احنا يعني خلاص زهقنا كاعضاء في النادي الاهلي وكجماهير النادي الاهلي اللي بتحضر الماتشات. احنا عندنا مباراه مهمه جدا 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 يوم السبت، وبعدها في مباراه تانية يوم 23، شوط اول وشوط تاني ان شاء الله، واحنا يعني حاطين امل على اللعيبه دي، يعني امل كبير جدا جدا، الناس دي رجاله، واحنا يعني مستنيين منهم ان شاء الله ان هم يفرحونا، ومستنيين منهم اداء رجولي بروح الفانله الحمراء. اللي انت يا كابتن شادي لو تفتكر في ماتش من الماتشات، انت الدقيقه 91 او 2 خلاص داخلين على الدقيقه 92، انت لعبت كوره من نص الملعب، لعبتها عماد متعب بصاها ابو تريكه جاب جون في مباراه الصفاقس، تقصد مباراه الصفاقس، كسبنا فيها 1-0 في دقيقه كام، في رجاله بتلعب، في ناس عندها روح يا جماعه احنا مش عايزين اكتر من كده، روح الفانله الحمراء ترجع زي زمان، وسيبوكم من اي حاجه بتحصل بره فريق كورة. كابتن عم حسني عايز اخدك بقى، انت راجل كل مره والشباب بيبقى موجود او المجموعه بتبقى موجود، انا يعني بشوف ان انت راجل اعلم حبك وعشقك للنادي الاهلي بدون اي تفكير في اي حاجه. بفضل الله. ماتش مهم للنادي الاهلي زي ده عم حسني، والاهلي محتاج كل دقيقه دعم فيها، انا بكلمك في وقت كنت اتمنى اللي يبقى 20,000، كنت اتمنى 40,000 و60,000 وزي ماتش المنتخب، لان الاهلي بيمثل مصر. ما قدرناش عشان الناس مكشره في وشنا اليومين دول بالزبط. لكن هنعرف نخليهم يضحكوا ان شاء الله. اللي انا عايز اعرفه منك هتعمل ايه في المدرج؟ انت رايح الماتش اكيد يا عم، هتعمل ايه من اول دقيقه لاخر دقيقه؟ بس عايزين تذكره غدا، ما جبناش تذاكر. ما جبتش؟ لا والله لسه. بجد والله؟ اه والله. في مشكله كابتن شادي انا عايز اتكلمها او تنويه، يعني امور كوره، ولاد بلد، ولاد سوق، زي ما بيقولوا كده، فاهمين الدنيا ماشيه ازاي وراح فين وجاي منين. ازاي لسه من كام يوم عامل ماتش منتخب مصر والكم الحضور ده ليه 60,000 وشو؟ هل الاهلي ده مش مصر؟ مصر. هل الاهلي ده ما بيمثلش مصر؟ مصر. يا راجل ده انتوا كنتوا بتغلبوا منتخبات وبتكسروا، وكان النادي الاهلي بفضل الله هو اللي في دول افريقيه ما عرفتش اسم البلد الا عن طريق النادي الاهلي. النادي الاهلي عمل اسم للبلد، مش ده حقيقه، والناس تزعل من الكلام ده. الاهلي فوق الجميع، مش فوق مصر. الاهلي مؤسسه كبيره جدا، زي مؤسسات كتير بالظبط. الاهلي 1907، الاهلي نشاته قبل نجوم كتير. يعني الاهلي عمل صالح سليم، عمل خطيب، عمل طاهر ابو زيد، عمل شادي محمد، عمل ابو تريكه، ما حدش عمل النادي الاهلي. الناس دي طلعت على اسم النادي الاهلي. زي الناس اللي يقول لك احنا النادي الاهلي، تشجيع النادي الاهلي، لا روح انت شجع. في ناس لما بتكلم معاها بيقول لك كده، لا قول له انت كنت بتاخد فلوس. لا انا اقول له، لا هقول له جمله حاجه ثانيه، حاجات صعبه في زمن غريب الواحد بيسمع يا كابتن. طب ما احنا بنحب الاهلي مع بعض. لا انا قلتها مره للكابتن ثابت، كان في مشكله وكده، قلت له انت يمكن حضرت الموضوع ده، فقلت له احنا بنحب، عشان كان كابتن رضا وكده وبتاع، وقال لك ما يخشش، وحصل مشكله في المدرج، الناس كلها زعلت. كابتن ثابت كان قوي عم حسني. لا الحمد لله. لو احنا واقول لك على حاجه، تعلمنا القوه في النادي الاهلي. يعني الكابتن ثابت الله يرحمه، الله يرحمه، انا يعني عارف لما تحب حد لدرجه العشق. هو الراجل شفته يا جماعه، واحد الدكاتره كلها نصحوه، انا شفته قدام عيني حاجات الاخيره، واحد نفسه يعمل حلقات للذكريات، يحكي مواقف يتعلم منها الشباب. الله يرحمه. طلعت الراجل الدكاتره منعوه، قاعد في اخر لحظه ليه في عمره بالظبط، البطانيه بالبطانيه، محدش فكر في كوره ولا في حياه، ولكن الراجل كان في اخر لحظه ادى النادي الاهلي. فرغم كده احنا قوتنا زي ما قلنا كده ايه في النادي الاهلي، ما تعلناش على النادي الاهلي. فلما يجي يقول لك انا النادي الاهلي وانا بعمل، اقول له لا روح انت خد الكيان بتاعك دوت واعمل النادي، وهات لعيبه وشجع انت اللعيبه بتاعتك، واشوف انت حجمك الطبيعي، انت قوتك سواء كمشجع في المدرج بقوه جمهور الاهلي. ما بقالكش قوه وما لكش اسم الا لما دخلت وسط جمهور الاهلي. جمهور الاهلي ما كانش محتاج روابط، لان جمهور الاهلي متشبع في كل دول العالم وفي كل الدول العربيه. كلاعب كوره، كنجم، كاداره،
قوتك بتاخدها من النادي الاهلي. زي عندنا مثلا المهندس محمود، كابتن حسن، كابتن صالح، اي حد بيجي النادي الاهلي احنا بنشجع النادي الاهلي، ما بنشجعش اشخاص. ولكن مصلحه النادي الاهلي لما تستوجب فتره من الفترات ان انا ساند اداره، انا بقول لك اسكان، انا اديت مثل والناس كلها تعلم الكلام ده، ان احنا كنت انا مختلف مثلا في فتره من فترات مع ادارات سابقه في النادي الاهلي، ورغم كده كنت اروح المدرج النادي الاهلي، هم كانوا يقول لك كده، وده الاصول، وهم نفسهم كانوا يقولوا كده، كانوا يقول لك ايه طبعا، وهم واحنا اتربينا على كده. هم قال لك دلوقتي مش وقت كلام في اي حاجه، دلوقتي الكلام في النادي الاهلي. انا مش عايز اقطعك بس عشان شهاده حق للتاريخ، وكل الكلام ده قريب جدا، انا عايزكم تبقوا تتابعوا الحلقات دي عشان جماهير النادي الاهلي تعرف كل حاجه. في يوم من الايام اتعمل روابط بينظروا علينا دلوقتي، انتوا عارفين بيعملوا، كانوا بيعملوا ايه؟ اديكوا حاجه بسيطه وانتوا عارفين اكيد من غير ما ادخل في تفاصيل. كانوا عايزين يقعدوا يناقشوا مجالس الادارات في القرارات، وفي الاخر تلاقي اعلاميين يقول لك فاكرين دول الوحوش اللي كانوا بيقفوا ويسافروا. تخيلوا يا جماعه بيزيفوا عقول الناس، بيزيفوا حقائق واتمنعوا من دخول النادي، والله دي الحقيقه. عايزين يقعدوا على كرسي مجلس اداره النادي الاهلي ويقول لك انا رابطه، وبعد كده ابتدت بقى ايه حاجه ورا حاجه ورا حاجه، الطلبات ابتدت تزيد. انا مشجع طموح مع عم حسني اهو، هقول الراجل تاني حلقه معايا، هقول حاجه شهاده امام الله. تخيلوا الراجل اللي قدامكم ده عم حسني، انا عاصرت الشباب، لكن اللي انا بقوله لعم حسني ده انا شفته قدام عيني، جايب في يوم من الايام هديه للكابتن عبد السيد عبد الحفيظ في عيد ميلاده، مش عارف لعماد متعب في عيد ميلاده، مش عارف لمين، مع كل الاجيال القديمه. يا جماعه ده كان بيرمي، انا شفته مره كان عندي انذارين وقعد في المدرج، انا ما اعرفش بقى، انا عيب اللي انا اقول الكلام ده. الراجل من فرحته رمى كل حاجه في الفلوس اللي بجيبه في نهائي بطوله للنادي الاهلي، ماتش الكاس اعتار ابو زيد برضه، انا شفتك. فانت بص، الناس اللي بتحب الاهلي بدون استفاده وبدون ده على راسي من فوق، وتيجي ودي قناتك وتيجي تقعد مكاني مذيع كمان، انت فوق دماغنا كله. هو ده، انا فاهم كلامك. انا فاهم والله، فبوضح للناس اللي انا مش بنكذب عليكم. لا احنا عايزين نقول للناس بس ان احنا دوري، انا دوري كمشجع، انا فخر ليا ان انا اكون مشجع النادي الاهلي. كنت اتمنى ان انا اعيده، ما فيش امكانيات انك تبقى عيد، ولكن مجرد ان انا مشجع للنادي الاهلي ده فخر لينا ان احنا بقى مشجعين النادي الاهلي. دورنا ان احنا من اول التذكره ندفع حقها، قيمتها ده نوع من انواع التشجيع. المدرج نقع في 90 دقيقه حتى لو الاهلي خسر ماتش، حتى لو خسر بطوله، انا يكفيني فخرا ان هم ادوا اللي عليهم. انا خارج من البطوله العربيه وظلم تحكيمي، كسبان دوري، كسبان كاس، كسبان الزمالك رايح جاي، بطوله بدون هزيمه، في سنين كتيره ما كناش كنا بنخسر، وفي شغل اداري اخطاء، يعني في اخطاء اداريه كتيره. ورغم كده كانت الناس تقول لك النادي هياخد كل حاجه، انتوا لازم تقفوا جنب النادي، واحنا من غير اي حاجه كنا بنقف جنب النادي. صح. احنا في مره كنا خسرانين من الزمالك وهنقابل الاسماعيلي عندنا في التتش، وجينا الملعب مالينا التتش وشجعنا لغايه اخر لحظه في المهم انت في الماتش الجاي تشغل اللعيبه، مش تعمل تابلوهات رقص كتير او تابلوهات الهتاف اللي فيه تشجيع. انا في دماغي انا، او انا اتربيت على كده وبحب حبب الناس كده، ان انا اشغل اللعيب اعيشه الماتش، لازم افوقه معايا في 90 دقيقه ما خلوش يهمل، لان انت كلاعب النادي الاهلي احسن لعيب في افريقيا واحسن نادي في افريقيا، فلازم تكون على قد مسؤوليه، ولازم تفتكر ال 72 الشباب، ولازم تفتكر جمهور الاهلي اللي بيموت كل لحظه وكل دقيقه عشانك وبيحبك اكتر من نفسه، فهتبقى اكبر حافز ليك. فالنهارده انا بشجع النادي الاهلي 90 دقيقه، لازم اقول له الاغنيه اللي هو ممكن ايه اصحصحه ينزل يدوس في الملعب. احنا في مره كنا بنلعب ماتش الاسماعيلي واللعيبه تايهه والجمهور متضايق، كابتن صالح الله يرحمه، وانا قاعد في مكان ما ينفعش تشجيع فيه، في مدرج 8 كده بعيد عن ما كانش لسه في روابط. كابتن صالح ماتش بعد وفاه الكابتن صالح. طب اقول لهم ايه دول ومعايا ناس بقى اصحابي كده وفي البيت ومش ما ينفعش ان اشجع قصادهم اوريهم الجنان اللي بيحصل في الملعب. رحت قايم الاهلي بقى غلبني. قلت له رحت منادي ورا الجون، قلت ايه؟ صالح بيناديكو العاب الله يخليكوا. فانا قلت الاغنيه اللي هتخاطب عقل المشاعر اللعيبه، وبعدين انت لما تقوم الملعب ولع الدنيا اللي وراك كلها. الملعب لف الهتاف لانه طالع من القلب. صالح فعلا نفسه لو موجود مش هيقبل ان الاهلي يتخاذل او يتكاسل حزنا عليه. فالحالة الكونتاك حصل بينا وبين اللعيبه بقى في تتشانه، عملنا احلى ماتش في اداء. انت صح. بتدي اللعيبه حافز، لازم تتعايش معاهم ولازم تصبر عليهم، مش تشتم اللعيب. هو ده جمهور النادي الاهلي. هروح
عصام، بس استاذنك معانا مكالمه مهمه جدا، يبقى موجود معانا. معانا سمير مشجع برضو قديم من مشجعين النادي الاهلي، بيسافر وراه في كل مكان وبيدعم النادي الاهلي بكل قوه. برحب بيك يا سمير. سمير نحاول كده معاه تاني، نجيبه تاني. عصام، مباراة مهمة، محتاجين تشجيع من أول دقيقة لآخر دقيقة. وهاخد من آخر كلام عم حسني قاله، قال لك مفيش حاجة اسمها أغلط في لعيب ولا جهاز فني ولا لا، أنا راح أشجع من أول دقيقة لآخر دقيقة. بص يا كابتن شادي، جمهور النادي الأهلي جمهور واعي، جمهور فاهم، ومحدش يزيد على الكلام ده. تمام. الجمهور اللي رايح هو لاعب هيلعب في الملعب، الجمهور عارف يعني نجوم النادي الأهلي الماتش الجاي ده انت اللعيب رقم واحد. تمام. الفرقه نازله، تمام، الفرقه جاهزه، عملت ماتش واتنين، جهزت الماتش الترجي، تمام. مجرد نزول النادي الاهلي الملعب، هتافات الجماهير، يعني انا افتكر ايام طبعا ما كنا بنخش مدرجات قبل اللي بيحصل دلوقتي ده، تمام، وانا بشجع في المدرج، انا من جوايا كنت يعني بتنفض من جوايا من التشجيع. انا بشجع النادي اللي انا بحبه. تمام. متعه، هي كان بالنسبه لي متعه. واهم متعه بالنسبه لي انا فوز النادي الاهلي بالنسبه لي كان حياه. ده بالنسبه لي فوز النادي الاهلي، ده بالنسبه لي حياه. استاذنك ارجع لنا سمير، واحد من قيادات الجماهير، مشجع قديم في النادي الاهلي. سمير برحب بيك. ازيك يا كابتن، عامل ايه؟ ازيك يا سمير، عامل ايه؟ ازيك يا كابتن شادي؟ الحمد لله يا كابتن شادي، الحمد لله. هتروح تشجع ولا يا سمير؟ طبعا يا كابتن، النادي الاهلي يعني فوق الجميع. بس قبل ما اتكلم في اي حاجه، انا عايز بس ادي الراجل اللي جنب اللي عندك ده حقه. مين؟ عم حسن دوت. مش مشجع عادي يعني، مش زي الناس. عم حسن ده صالح سليم المدرجات. يعني زي ما كان في كابتن صالح سليم قدوه لعيبه الكوره، فعم حسن ده قدوه لاي مشجع اهلاوي في مصر. يعني الراجل ده علمنا ازاي نحب الاهلي، ازاي ما نبصش يعني لعيب معين بنحبه. يعني انا ممكن احب لعيب، بس اللعيب ده مثلا يعني كيان اهم من اي لعيب. عم حسن اللي علمنا الكلام ده. كان بيبقى ساعات يعني بيبقى بيحب ناس معينه، بس اول ما بيخش المدرج بيشجع اللعيبه كلها زي بعض، والنادي الاهلي كله زي بعض. هتكلم في نقطه ثانيه بقى بخصوص ماتش الترجي. الناس بتقول الاهلي خايف، الاهلي عمره ما بيخاف من حد، الحمد لله الناس كلها بتخاف مننا، ومفيش فرقه في افريقيا كلها احنا بنعمل لها حساب خالص خالص خالص. ولاعيبه الاهلي طول عمرها رجاله، طول عمرها رجاله. حتى لو في لعيب مستواه وحش، الرجوله بتاعته هو ده لعيب النادي الاهلي. وكل صفقات الاهلي بتقول كده. يعني صفقه هشام محمد دي، وصفقه احمد الشيخ، وصفقه طبعا قبل كده احمد فتحي ووليد سليمان. احنا بنجيب اللعيبه الرجاله، يعني النادي الاهلي بيجيب اللعيبه الرجاله. يعني ما بيجيبش حتى يعني اللعيب بيلعب، بتحس بيلعب بروح. يعني احمد فتحي ده يا كابتن، يعني بنحس ان هو فعلا متربي في النادي الاهلي، متربي في النادي الاهلي. طيب سمير، عايزه رساله للكابتن حسام والجماهير اللي هتحضر، والمفروض انتوا سنين طويله في المدرج في مباراه مهمه زي دي، رساله للجماهير الاول هتقول لهم ايه؟ بص يا كابتن، احنا جمهور الاهلي مش محتاج رساله. جمهور الاهلي يا كابتن في الازمات اللي هي موجوده قبل الافراح، والكابتن حسام البدري عارف الجمهور الاهلي معاه وفي ظهره والنادي الاهلي كله. وعايز بس اقول رساله للناس اللي بتتكلم على مجلس اداره. مجلس اداره النادي الاهلي خد جميع الانجازات، فاضل له بس بطوله افريقيا للكوره خدناها، يبقى محمود طاهر ده فوق دماغنا، واي واحد لبس فانة النادي الاهلي واي واحد خدم النادي الاهلي فوق دماغنا كاهلاويه. واحنا مع مصلحه النادي الاهلي ايا كان مين اللي ماسك مجلس اداره الاهلي، ايا كان مين الراجل دوت. انا مش هترشح يعني رئيس النادي عشان اشكر فيه والكلام ده، او ابعده معاه في القايمه. الراجل ده راجل محترم بيحب النادي وعمل للنادي كتير، ولحد دلوقتي ما خدش حقه، والله ما خد حقه. الراجل ده اتظلم جامد. خليني ابص هقول لك على حاجه، عشان احنا عندنا مباراه مهمه والبعض بيتصيد الاخطاء وبيزايد علينا، واحنا بنتكلم على مباراه مهمه
وده الاهم، متفقين معايا في اللي احنا بنقوله طبعا. عشان هيحصل مزايدات على كلامك، ولو احنا على اي تعليق مننا كمان. مزايدات ليه؟ اصل انا مش هترشح يا كابتن، انا راجل مشجع لحتى اقعده في. لا اترشح مش هنختارك يا سامير. بس هو في حاجه يا كابتن، في حاجه بتكلم فيها سامير يعني كويسه جدا. يعني انا النهارده انا ماشي عشان شايف حاجه في مصلحه النادي الاهلي وقفت جنبها. اقلق انا، اقلق امتى؟ اقلق لما اكون مثلا في مصلحه بجد، انما انا راجل بحب النادي الاهلي، ما حدش هيجبرني يوجهني واروح فين واجي منين. زي ما انتوا كنتوا بتقولوا لي زمان اقف جنب النادي الاهلي وما تتكلمش في حاجه الا بعد الانتخابات، انتوا اعملوا كده دلوقتي. لما انت بره اعمل كده دلوقتي، ما يبقاش في وقت معين تمشي نفتح الشباك ولا نقفله، يتمشي اللي على مزاجك. لا، احنا دلوقتي النادي الاهلي تركيزنا كله ماتش الترجي، وبعد ماتش الترجي هاجم بقى، تقول لي مصلحه مش مصلحه. انا بدل عارف نفسي مفيش مصلحه، بحب الاهلي ومش انت اللي هتقيمني بعد ده كله، ومش انت اللي هتخش جوه قلبي، مش هتعلمني حب النادي الاهلي زي ما بيقول. مش هبقى بشويه الهجوم وشويه الضحك على الدقون او التشويه الناس، ودوت زماننا واخد بالك اللي احنا ماشيين فيه. اقصد لا، هو ده مقصود، ده هو بيهاجمك عشان يخوفك، عشان يرجعك، عشان ما تخليكش تساند الصح، عشان يجيب اللي هو عايزه. عم حسني، سمير معانا، عايز اقول حاجه في الاخر. طيب قول حاجه. انت كابتن، جمهور الاهلي الحقيقي او جمهور الاهلي بتاع المدرجه مش عارف يجيب تذاكر. فلازم مجلس اداره الاهلي يلم الناس دي حواليه، الناس دي بتحب النادي، مش عايزه اي حاجه من النادي. احنا عاوزين بس تذكره ندفع حقها ونخش نشجع النادي. مش ليا ولا انا ممكن بروح، بس الناس دي الاهلي بيموت فعلا عايزه تروح تساند النادي الاهلي. طيب ساعدونا ان احنا نساند النادي الاهلي. طيب بص، هقول لك على حاجه، هحاول نعمل اتصال كده بعد الهوا ان شاء الله. وفريق العمل بس يا جماعه، حاولوا تاخدوا الرقم بتاع سمير، وان شاء الله بحاول اتواصل معاك نتصرف في اي حاجه للجماهير المحترمه اللي بتعشق النادي الاهلي. ربنا يخليك يا جدع. انا بشكرك يا سمير، شكرا جزيلا، كلام مهم جدا. بس انا منع نفسي من الكلام، ولا حتى ضيوفي في كلام في اي اطراف، اي في اهلي في ماتش، ده الاهم اللي احنا بنتكلم فيه. كنت عايز تقول حاجه؟ بص يا كابتن، تعيان بس على الكلام. النادي الاهلي فوق الجميع، تمام؟ الاهلي فوق الجميع، فوق ولاده، فوق جمهوره، تمام؟ فوق اي شخص، ايا كان الشخص ده هو مين. صح. مصلحه النادي الاهلي في كل شيء، احنا بنساند النادي الاهلي. كان بيكلمني مع محسن من شويه عن كلام مهم جدا، في البعض ما تتكلمش بيضغط. حصل معانا امبارح كده قبل ما يطلع الهوا بنفس اللهجه دي، من غير ما ادخل في تفاصيل، ما انت بنقول الاهلي، انت كجمهور وصارحني لو شايف حاجه غلط قول لي عشان نتناقش مع بعض. انا بقول لك الاهلي وعنده ماتش، سيب المدرب يحط تشكيل، وسيب المدير اللعيبه تركز الاسلوب اللي هيلعبوا بيه ايا كان، نسانده وندعمه ونروح المدرج وكلنا هنروح، وانا رايح واهلاويه ولاعيبه من النادي الاهلي كله هيروح ونشجع النادي الاهلي. ده في حاجه، بس انا بسالك انت النهارده، انا مذيع بسالك على حاجه في انا قيمني انا على الهوا. انا بقول لك كده وانت بتتفرج عليا اهو، وانت قدامي على ده فيها غلط؟ ايه الغلط فيها طيب؟ لا طبعا، بس هي الفكره مش في كده. الفكره ساعات كتير احنا في المجتمع اللي احنا بقينا فيه دوت، بما ان يعني كاتب شويه حبه حاجات احلمنتيشه كده، احنا في مجتمع كده ما يعلم بالله ربنا، بقينا نتصيد الاخطاء لبعضين. لو واحد ماشي حلو ماشي عدل يعني، فدلوقتي لا، اصل هو كان نيته كذا، اصل هو منتفع بكذا، اصل هو ماشي الطريق ده مش عشان خاطر هو ماشي عدل، ده ماشي الطريق ده عشان خاطر اخره في مصلحه ليه. طب ما نخلي كل واحد يعمل، وفي ربنا شاهد وعالم بكل حاجه. برافو. دي نقطه، دي نقطه مهمه جدا. تاني نقطه بقى يعني، اتفضل لا قول لا اتفضل. تاني نقطه بقى، انا شايف ان برضو تاني احنا بنحاول نضيق المواضيع على نفسنا. احنا كل يوم بنخترع حاجه جديده. الكابتن حسام البدري اللعيب دوت، اصل في لعيب اتخانق مع لعيب، اصل في حكايه اتخانق، عشان خاطر نقول مجلس الاداره مش عارف يلم الدنيا. يا جماعه، ما هو طبيعي ان مجلس الاداره هيبقى ليه اخطاء. طبيعي. كابتن صالح سليم الله يرحمه اكيد كان ليه برضو غلطات اكيد. ما هو اصل هو مش ملاك. ما هو واحنا مش كلنا لنا اخطاء، كلنا. هو علم الاداره كده بالظبط بالظبط، بتسيب وبتخيب وما تغلطش نفس الغلط تاني. انما انت النهارده بتتكلم في النادي الاهلي، يعني بقى شكله عامل ازاي؟ النادي الاهلي بقى قيمته التسويقيه عامله ازاي؟ النادي الاهلي رعايته عامله ازاي؟ الكلام ده كله، الكلام ده كله كلام مهم جدا جدا. النهارده النادي الاهلي لما بيطلع لعيب زي رمضان صبحي، بقى بص انا بحب رمضان صبحي وكان نفسي يكمل في النادي الاهلي، بس هو لما طلع فاد مين؟ هو فاد الاهلي وفاد مصر وهيفيد مصر لسه. يا فندم، لو معكش فلوس مش هتعمل صفقات. بالظبط بالظبط. لو معكش فلوس مش هتجيب الكرسي الشمسيه اللي مش عاجبينهم. لو معكش فلوس
ما هو لو عمل صفقات هتاخد منك اللي انت بتفكر فيه وهتجيبه، لازم القوه بتيجي بالامكانيات الماديه. كابتن شادي قال لك احنا في عصر استثمارات وعصر مش عارف ايه، ايوه ده احنا العصر كده، معاك فلوس الدنيا بره. يا جماعه انتوا شفتوا نيمار؟ ايوه انا مش احنا كل حاجه بننقلها من بره؟ احنا زي ما بنعلم الناس الكوره بنعلمهم الاستثمار هنا. واحنا يا كابتن شادي النادي الاهلي هو الرائد في كل حاجه، هو الرائد مش في مصر والله بس في الوطن العربي كله. قول له النهارده اتفرج على النادي الاهلي بقى شكله عامل ازاي في قدامنا. برضه تاني نرجع نقول مثلا لقطه زي لقطه البطوله العربيه، البطوله العربيه كل الاهلاويه كانوا بيقولوا مش عايزين نخشها، بس احنا دخلناها عشان خاطر ظروف البلد وعشان خاطر الاوضاع السياسيه وعشان خاطر. فما تجيش تسالني اذا كنت انت امبارح بتقول لي اللعيبه هتبقى منهكه واللعيبه هتبقى تعبانه، فما تجيش امبارح انت اساسا مش عايز تخشها، فازاي بتطالب بيها؟ يعني ازاي انت امبارح مش عايز تخشها وازاي عايز تاخدها؟ خلاص دخلت احلوت في عينك؟ يعني هو في ايه؟ احنا كده كده لعبنا بالصف، يعني مش بالصف الثاني، احنا كلنا الحمد لله النادي الاهلي كله كلنا واحد. بس انت لعبت بلعيبه لسه الثقه والله في ناس ربنا يكملها بعقلك. الله يكرمك. احنا اقول حاجه واحده بس النادي الاهلي ودي حاجه مهمه جدا جدا، يعني النادي الاهلي النهارده لما نيجي نتفرج الثقه او السوشيال ميديا بقت كتيره وعماله عامله لغط ليه؟ عشان ما فيش مدرج. لو في مدرج هيقطع كل الكلام ده. لو في مدرج هتتحاسب اول باول. لو في حتى تدريب افتح للتدريبات، خلاص انت ظروف البلد وعلى عيننا وراسنا، مش هتدخل جماهير، افتح تدريب. احنا بقولها بصراحه بمنتهى الصراحه، ان انا انت مش عايز تخليني وفي الاخر جايب لي 20000 متفرج. 20000 ده يعملوا ايه؟ احنا عايزين نهز الترجي ده، الترجي اللي جمهوره واثق فيه. هرجع اهو بقى، الترجي اللي جمهوره واثق فيه، الترجي اللي الدوله بتاعته واثقه فيه، الترجي اللي بتمر الدوله تونس بتمر بظروف شبه ظروفنا واصعب النهارده. بص الترجي هيخش هيقابلك بكام متفرج. بص العراق فيها مدرجات ولا ما فيهاش مدرجات، وفيها جماهير ولا ما فيهاش جماهير. كل الدنيا فيها ظروف، واحنا بنحترم ظروف بلدنا لانها بلدنا. انما في الاخر احنا مهم جدا ان انت تديني حقي ان انا اعرف اخرج صوتي عشان خاطر اشجع فريقي اللي بحبه. منتخب مصر يوصل كاس العالم حاجه، يا رب كلنا بندعي ان منتخب مصر يوصل كاس العالم، بس حاجه مهمه برده جدا ان يكون عندنا فريق يمثل مصر ويمثل افريقيا لسادس مره في تاريخه في كاس العالم للانديه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا جماعه، هي واحده. النادي الاهلي منتخب مصر ما كانش بيروح كاس العالم، والنادي الاهلي راح كاس العالم للانديه 5 مرات على المحافل الدوليه. هو ده شرف مين؟ مصر. ما تجيش بقى تحاسبني في ماتش اتعادلته بفعل فاعل. يعني ما تجيش ماتش تحاسبني بفعل فاعل. طيب احمد، عايز اتكلم معاك في امور اتكلمنا في امور كتير جدا تخص يا جماعه. الصوت واضح عندي جامد، مش عارف اتكلم مع الناس. في اتكلمنا في امور كتير جدا، سواء انا عارف التلميحات كلها، بس احنا خلاص ساعه الصفر فاضل عليها ايام مباراه نادي الترجي. بتكلم من ضمن التوعيه اللي احنا عايزين نعملها، هي شوطين، في شوط اول في القاهره وفي شوط تاني في القاهره في تونس. متفاهم ده؟ بص يا كابتن شادي، احنا يعني انا هقول لك على حاجه، انا اساسا اصلي شرقاوي، انت عارف ان الشرقيه اكتر جماهير النادي الاهلي موجوده في الشرقيه. احنا زمان ما كانش فيه سوشيال ميديا، انا هرجع برضه اقول لك تاني، ما كانش فيه سوشيال ميديا، فكنا دايما تنزل البلد عندنا ما تلاقيش واحد في الشارع وقت اي ماتش الاهلي، اي مباراه للاهلي ما بتلاقيش واحد موجود في الشارع، ده واحنا صغيرين جدا. لما بدانا نكبر وندخل نروح الاستاد ونتفرج على الاهلي، بتشجع الاهلي بقلبك وبننسى كل حاجه في بتحصل في النادي، بتحصل بره في الشارع. انت رايح علشان تشجع الاهلي، عشان الماتش ده رقم واحد. ده مش عايز اقول لك 80%، هنتكلم ان هو 50%، ان 50% هنا و50% هناك في تونس. فاحنا لازم كلنا ندخل الماتش نشجع الاهلي بس، ونشجع اللعيبه. حتى لو تفتكر اخر ماتش كان القطن الكاميروني، اول ما جه فينا جون الماتش الاخير جه فينا جون، اول ما جه اول جون الجميل عملت ايه؟ العب يا اهلاوي، العب يا اهلاوي. بعدها بدقيقه احنا تعادلنا وكسبنا 3-1 ده بسبب الجماهير. لو كان لا قدر الله حصل حاجه هتاف ضد، كنت هتوقع اللعيبه نفسيا. قبلها في فرق تانية حصل العكس والفرق اتغلبت. في ماتش بعدها على طول او قبل الماتش بتاعنا كان في برضو فرق بتلعب، بدون ذكر اسماء الفرق، الجماهير شتمت لاعبتها اتغلبوا. احنا بنشجع الفريق بتاعنا كسبان ان شاء الله،
لو لا قدر الله في اي حاجه احنا برضو هنشجعه لحد اخر ثانيه مش اخر دقيقه. والحاجه الاهم من ده كله يا كابتن شادي، خلينا كلنا نقف مع بعض كده ونبقى ايد واحده ان شاء الله. يا ريت